إذن نعود إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، حلقة الرئيس، آخر حلقة قبل الانتخابات. ضيفنا اليوم هو المترشح السيد يوسف شاهد، المترشح عدد 16. يوسف شاهد، مرحبا بك مرة أخرى. توا عندنا ركن اسمه تعهدات، 5 تعهدات يتعهد بها المترشح للشعب التونسي، وهي في شكل التزام مسجل عليه، غدوة النجم نحاسبوه عليها. عندك 5 تعهدات مع يوسف الشاهد. أولا نذكرك بالفورم نتاع التعهدات. أنا فلان الفلاني المترشح للانتخابات الرئاسية، أتعهد بما يلي. أنا يوسف الشاهد في حالة انتخابي رئيس للجمهورية أتعهد بي توحيد التوانسة، لأن الانتخابات هذه للأسف خلقت شرخ ما بين التوانسة. أتعهد بإدخال أو العمل على إدخال تونس في الحداثة بالرقمنة والطاقات المتجددة. أتعهد أن الفترة الجاية باش تكون عودة الشباب، بتمكين الشباب من المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة، لأن الشباب عنده قوة على الخلق والإبداع. أتعهد بأن تكون عودة الاجتماعية، لأن بلادنا اليوم الأوضاع الاجتماعية يجب أن نهوض بها. أتعهد أيضا بأن تكون عودة للمناطق الداخلية، لي معناها التنمية في المناطق الداخلية. هذوما 5 تعهدات سأعمل عليهم وسأعمل على تحقيقهم. يقول قائل علاش ما حققتهمش وانت رئيس حكومة؟ لا، حققنا جزء منهم. مثلا ناخذ انا في الشباب، انا عملت مجهود كبير، حاولت اعطيت فرص للشباب في وزارة، ثم وزارة شباب اليوم ولا معتمدين ولا عمد ولا في المناصب الدولة، ناقص غير كافي، يلزم اليوم اكثر. مثلا حققنا اشياء وفشلنا في اشياء، ما نجمش هذيك طبيعة. نجيو للبيلون، نرجعوا للحوار العادي. كنت عن نائب في البرلمان الفرنسي، النائب الفرنسي اللي هاجمك وانتقدك وانتقد النظام التونسي بسبب إيقاف نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية. أكيد شفت المداخلة نتاع النائب ذا اللي كانت حادة جدا ضد تونس وضدك أنت، ويقول فيها أنه يحذر أو يحذر بالأحرى من انتكاسة الديمقراطية التونسية. هذا تدخل في شؤون تونس مرفوض وغير مقبول، ما عندوش باش يقول الكلام هذا. واعتقد انه الحكومه الفرنسيه ردت عليه في المداخله هذيك. حاله معناها في البرلمان قداش فيه 500 نائب ولا 600 نائب، انا وطبعا هذاك ما اعتقدش تكلم هكاك. فما شكون دزو؟ طبعا من تونس؟ بيان سور. فما توانسه دزو؟ بيان سور. في اطار الحرب هذه نستعمل كل الوسائل، بما في ذلك الوسائل ان معناها نحرضوا نواب، وصار حتى في البرلمان الاوروبي. فما نواب تلقاوا رسائل من عند ديزاجونس معناها دوكوم مامولينهم التوانسه باش ياخذوا موقف ضد تونس. تصور معناها الحرب هذه ضد يوسف شاهد وضد تونس في عديد من المسائل، وهذا غير مقبول. شكون يحرك فيه؟ حرك فيهم الخصوم السياسيين. شكون مثلا؟ مثلا كلهم حرك فيهم، معناها هذا الناس ما اللي ما يتنافسوا على السلطه. ايش كون برشا؟ ثم 25 واحد. لا لا لا، مش هذوما، فما 3 ولا 4. انا قلت تونس اليوم يدفعوا فلوس باش يهاجموا يوسف شاهد لبرا من تونس؟ دفعوا 850,000 دولار لشركه اسرائيليه، راهو الحكايه هذه متعديه كيك. راني كتبت كوري لمارك زوكربيرك باسم الحكومه التونسيه، وقت اللي تم اعلامنا انه هاي الصفحات اللي تتهجم على تونس، اللي هي يقع معناها ادارتها من شركه في اسرائيل. تصور معناها ودفعوا لها. ثم نواب في اوروبا ياخذوا فلوس باش يهاجموك؟ مش ياخذوا فلوس، ثم اللوبينج موجود، العمل اللوبينج هذا موجود، ثم دي زاجونس دو كومينيكاسيون تم معناها دعمهم باش معناها ياثروا على القرار، موجود يا اخي الاتحاد الاوروبي كله لوبينج. ولكن ثم كلام يتقال في تونس زاد انه يوسف شاهد عنده نزعه دكتاتوريه وانه مشروع دكتاتور، حتى انه البعض من خصومك يقول أو يوصفك بأنك بن علي صغير، ويحذر من أنه يوسف شاهد هو مشروع ديكتاتورية جديدة. بن علي سايفة، ربي يفرج عليه، يبدو أنه معناه ربي يفرج عليه. شو أنا اتهموني بكل شيء، ولكن اليوم اللي يقول ثم ديكتاتورية في تونس ناشئة ولا شيء، هذا فعلا بوادر يعني. لا لا، أنا خايف من ديكتاتورية المافيا السياسية الإعلامية بأذرعها السياسية الإعلامية، لأنه المافيا هذه اللي نواجه فيها عندها أذرع سياسية في تونس، عندها أذرع إعلامية،
وقادر على كل شيء وقادر أنها تجند بتمويلات مشبوهة تجند حتى في الخارج. وهذا معنى وهذا منش خايف أنا على تونس. كي تقول لي شنو خوفك نهار لحد خايف لا لأن هي بيانسير المافيا هذه تغطي الأمور الكل ما تعطيكش الدواعي الأولى جاية تحت غطاء العمل الخيري وجاية تحت غطاء الإعلام والتلفزة. طيب معقول هذا اللي قاعد يصير معناه تلفز معناه في غياب كلي للحياد ولمبدأ الجورنالي البروفيسيوناليزم تاع الصحفيين شادين يوسف الشاهد كل يوم حلقات على يوسف الشاهد شنو مصلحة البلاد في هذا؟ هذا معناه وين؟ معناه وين اليوم؟ هذا معناه للأسف ما نحبوش مش هذه الديمقراطية البلاد نحب نبنيها أنا لولادي ولولادك والتوانسة شبابنا ما يزيدش. يوسف الشاهد رئيس حكومة ينتقد اللي في السلطة ديما ينتقد اللي مقبول. في السلطة كل النقد قابله نقده معناها سهل ومتاح ومباح النقد النقد حاجة أما الشتم والثلب وهذك الأعراض حاجة أخرى. ما يحرجكش أخلاقيا وسياسيا وجود منافس ومترشح للرئاسة اليوم في السجن قبل أيام من الانتخابات قبل ساعات من الانتخابات؟ شوف أنا قلت أنه معناها الإيقاف اللي صار سيشوش على العملية السياسية وهو كذلك وهذا صار ولكن شنو هذا يأكد أنه القضاء ما هوش من الداخل مع العمل السياسي القاضي يحكم بالملف اللي يلقاه وهنا فما حاجة سرعة التنفيذ. شوف حتى واحد الشيء. اليوم ريت تونس كاملة دخلنا على القضاء به وعليه وتدخل الحكومة ولا واحد مشى شاف لنا شنو الملف شنو فيه علاش تم الإيقاف علاش تم تجميد الأموال مطلع على الملف؟ لا مانيش مطلع أما أنا فما صحافة استقصائية أنا ماذا بيا كانت تقوم بالدور هذا وتوري للتوانسة شنو هذا إيش صار في الملف وش صار هذا الناس كل دخلنا أسهل حاجة أدخل على القضاء. تعرف شنو يقلقني أنا في الحكاية هذه؟ يقلقني المواطن البسيط الزوالي اللي على شيك سون بروفيزيون ب 500 دينار يحطوه في الحبس وما عندوش مكينة إعلامية تتحدث عليه وما عندوش نواب في البرة تتحدث عليه وهذا اللي قلقني في المواطنين التونسيين اللي معناها ما همش كل كيف كيف. اي ما يقلقش يوميا الناس تتوقف على الشيكات سون بروفيزيون على تبييض الأموال على التهرب الجبائي يوميا ولا واحد يتكلم عليهم. أنا نشوفهم الناس هذوما أمهاتهم تجيني في القصبة كل نهار جمعة يجيوني نساء اللي تقول لي ولدي في الحبس بالله كيفاش تعاوني عليه اتسيتيرا اتسيتيرا لأنه هو كان هذا ما حد ما يحكي عليهم خاطر ما عندهمش كتاف ما همش وجوه إعلامية ما عندهمش تلافز. هذا مش معقول الناس كل نحبوا دولة قانون كيما الزوالي كيما اللي لبس عليه. مانيش باش نعاود اللي قالوه زملائي في حوارات أخرى وبرامج أخرى لأنه الموضوع هذا خذا معناها خذا حظه من الطرح ولكن ما عندك حتى فكرة على ملف نبيل القروي؟ لا ملف نبيل القروي ما عندك حتى لا فكرة عندي عليه؟ عندي فكرة جاوبني على السؤال. أي عندي أنه هي آي واتش اللي هي قدمت شكاية بنبيل القروي مش شكاية بيانة زاد شكاية بك انت لكن بشي... قضيتك انت ما تحركتش لا شنو لا كيف ما تحركتش قضيتك راقدة شو القضاء ما سمعنيش بك مشيت مثلا لا لا قاعدين يمشيوا فما ناس سمعوكش فما ناس قاعدة تمشي وتجي في القضية هذه في القضية الأخرى بدأت في 2016 وهو شنو تو هو شنو اللي صار أنا نعطيك شنو اللي صار احنا دعمنا القضاء ودعمنا القطب المالي في مكافحة الفساد رفعنا في عدد القضاة كانوا 7 ولا 11 وكلاء الجمهورية كانوا 1 ولا 3 اعطيناهم منحه عملنا بوكو تشوز في شوالا هنا فما نجاعه سرعه يعني بيسير الملف ربما لكن فما قضايا ترقد وقضايا في ساعه تمشي في ساعه تجري بالله شوف كان ما صارتش توا الحكايه هذه ما كانت باش تصير انجور ولوتر ولا مش توا به شنو باش يقول وقت الحكومه جايه باش يقولوا يتهموها بنفس الشيء اليوم وقت قبل وقت بن علي كنا نجيو للسياسيين نلفقوا لهم قضايا حق عام توا اللي عنده قضيه حق عام يتخبى تحت الغطاء السياسي ويقول والله عملوا هالي سياسية العملية ما أنا حتى بالله شنو مصلحة يوسف الشاهد في هذا الكل ها سياسيا وانت تفهم أنا اليوم شنو مصلحتي أنه مرشح هذا يكون في الحبس شنو مصلحتي ما عندي عادة مصلحة مصلحتك لا شوف سيوسف لا مصلحتك كمترشح رئاسي وهو منافس ومنافس بارز عندك مصلحة في التخلص من بالعكس تعطيه شعبية أكثر ما حشتيش أنا بيه تعطيه شعبية أكثر أنا نحب أنا نربح في الميدان ما نحبش نربح أنا ما عنديش ولكن هذاك احترم القضاء به 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 نمشي معاك في هو أنا نذكر في جويليا وقتها مشى يبحث وخرج هو قال سيتم إيقافي تذكروا هذه ولا في قبل ما يموت سيلبيجي بضعة أيام برشا يقولوا سيتم إيقافي تو لا قال تي كلهم هكا ما وليت هكا يحكي للأسف اللي يتوقع عامل عملة يخرج ينبه الناس راهو الحكومة معناها شنو هو الحكاية هو وقتها قال سيتم إيقافي هو ما توقفش نجينا احنا نحكموا في العملية أوكي أنا نمشي معاك في كلامك ولكن باش نسألك زادة هذوما كلهم أوكي يتحاسبوا كذا ربي سامحني شكون هما هذوما حافظ قائد السبسي سليم رياح ونبيل القروي ماكش تحكي على محمد علي اللي يسكن في زغوان مواطن عادي اللي هو تشد ولا صار ماكش تحكي لا لا نحكي بصفه عامه ما نمشي نحكي على هذوما زاد ما همش راهو هو نبيل القروي وحافظ قائد السبسي في نفس اليوم صارت لهم حكايه وكاد
وكاد حافظ قايد السبسي زادة يتوقف وقتها لو كان لقاو عنده الفلوس في المطار. مالش نعمل يعني حبي والله كي نلقاو عنده فلوس. شكون يقول يوسف الشاهد حب يضرب زوز عصافر بحجرة واحدة في نفس النهار يشدهم الزوز نبيل القروي حافظ قايد السبسي خمسة درج قبل ما يتوقع قبل ما هكا يقولوا خصومك درج قبل ما حافظ قايد السبسي يتم تفتيشه درج قبل فما مواطن توقف بالحق لقاو عنده دوفيز توقف حد ما يعرفه ذاك مشى للسجن اي شنو خاطر الاخر اسمه حافظ قايد السبسي ما نلوجوهش خمسة دقائق قبل تعدى مواطن جات فيه شبه وقفوه هاو لأول مرة يمشي ويجي يمشي ويجي حافظ قايد السبسي معناها في في لأول مرة يتفركس علاش لا لا جات هو استغلها باش يكون باش يلعب باش يكون ضحية انا هذي تجاوزته يعمل في فيلم وقال لك شنو طالب اللجوء ولا مش طالب اللجوء شو حافظ قايد السبسي انتهى اللي عامله في البلاد خربها خربها البلاد في الخمس سنوات اكثر واحد ضربوه اليوم الله يرحمه هو حافظ قايد السبسي وهو معناها عمل دقدق الحزب اللي خلاه له ابوه ما خلاش حتى حكومه من حبيب السيد يا اخي حبيب السيد مانيش معاك اليوم عنده مترشح يدعم فيه حافظ قايد السبسي اللي هو منافسك سي عبد الكريم الزبيدي بالضبط يا خويا يجي يعمل حمله نتاع سي عبد الكريم الزبيدي انا نقعد بيت كيفاش سي عبد الكريم الزبيدي والله نقعد بيت كيفاش سي عبد الكريم هو اليوم طالب اللجوء في فرنسا تعرف حافظ قايد السبسي اليوم كتب قال انا طالب اللجوء في فرنسا لاني خايف ليتم الانتقام مني واعتقالي لو كان نرجع لتونس بعد الحادثة نتاع المطار حافظ قايد السبسي احنا اخر اهتماماتنا اليوم السيد هذا يعبث بالبلاد معناها وربما يلزم نهار يتحمل المسؤولية على اللي قام به في البلاد هذه حكومات الكل مسؤولية قضائية مش كان حكومتي انا راه مسؤولية قضائية حبيب السيد نحا حافظ قايد السبسي سي الحبيب السيد اللي بداله الكل هو حافظ قايد السبسي هو اللي بدا حرك له الحكاية هذه الكل كالعادة علاش نحا؟ لانه ما مشيش معاه نفس الشيء ما يحبوا كما قلت لك واحد على كارتاج دو شنيه زاد كيف عملوا هالحكايه الكل باعاز من سي حافظ بديت من الاول الناس باش تعمل برنامج على 63 نقطه باش تدعم الحكومه وتعطي مقترحات للتنميه يجي سي حافظ يطلع النقطه 64 قالوا من نحيو الحكومه نسينا 63 نقطه ولا نخدموا على 64 على كل هذه تجاوزناه سي حافظ حافظ باهي مش نتجاوزوه لكن حافظ اليوم مازال عنده دور سياسي في تونس عبر دعم مترشح رئاسي اخر هو سي عبد الكريم الزبيدي كنت باش تقول حاجه وقصيت عليك انا نبهت في سي عبد الكريم الزبيدي كيفاش يقبل دعم تاع حافظ قايد السبسي وعليه شنو المشكل عنده حزب حافظ قايد السبسي عنده نداء تونس عنده شيء عنده حافظ كان متقوي بوها الله يرحمه توا ثم حاجه باش ما ننساهاش اوكي سليم الرياحي تحكي على سليم الرياحي تحكي على نبيل القروي تحكي على القضاء استقلال القضاء مقاومه الفساد ولكن ثم شكون يتهم فيك انك تحمي في المقربين منك تحمي في بعض اصدقائك الناس اليوم تحكي على مهدي بن غربيه انه مهدي بن غربيه عنده قضايا فساد انه مهدي بن غربيه متورط في ملفات ولكن عنده حمايه وحصانه يوسف الشاهد كرئيس حكومه وكمقرب منه وكصديق مهدي بن غربيه ولا غيره لا عنده حتى حصانه اخويا ما عندوش حصانه انا ما عنديش حصانه راه الناس ما تعرفش رئيس حكومه ما عندوش حصانه بالمناسبه النواب عندهم الحصانه لا الحصانه المعنويه لا لا حصانة لا 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 غلط لا حصانه انا انا عندي 15 قضيه في السلطه اي واحد يشكي بيا اي واحد اليوم في البلاد عم مشكل يشكي برئيس حكومه ومشينا وقدمنا مؤيدين شاكي بك شفيق جري اخر واحد شاكي كلهم شاكين بي فهمتني تو نجيو ولكن مهدي بن غربيه كيف مشى يبحث ويمشي يبحث واذا عنده معناها اشياء او واحد يتحاسب كي الناس الكل يتحاكم ما عنده حتى حصانه هذه نرفضها وقلتها قلت لك خويا ما عندوش حصان عنده ملفات فساد مهدي بن غربيه عنده ملفات بحث فيهم وخرج بهم براء تبرع اتهموه وعملوا له وشكاو بيه وتسيتيرا تسيتيرا ومشى وبحث قدام القضاة ومشى هذا ايش علمي ما عادش محل شبهه مهدي بن غربيه عمره ما كان محل تدخل من رئيس الحكومه ناكد لك لا هو ولا غيره شوف الكلهم سي رياض المؤخر مشى بحث اتهمته وقت سامي عبو طلع حتى شيء ترى الاتهام اسهل حاجه اسهل حاجه قول سمير بيبي بيو عليه بالصدفه اصدقائك معناها الكل خرجوا بابرياء تعرف علاش؟ قال فرانسوا ميتيران سي اون فو تابي لو ميساج il faut taper le messager هذه الحرب على الفساد فكت الفوند كوميرس نتاع ناس اخرين ثلاث سنين هما يعيطوا على الفساد والفساد والفساد بالكلام وقت يوسف الشاهد قاوم الفساد وحده الفوند كوميرس ذاك طاح عملوا هالحمله ولوجوا وقالوا شيء مرقاو واتهموني بكل التهم مثلا معناها راهو الفساد مقاومته تتطلب مش سهله راهو تتطلب شجاعه نعطيك انا حاجه وقت صاروا الايقافات نتاع الفساد كلمت الرئيس البيجي الله يرحمه علمته سي البيجي كان راجل كبير ياسر عنده خبره سي البيجي تعرف كيش يخدم يعالج لي سيتياسيون يلقى روحه عاش نفس الوضعيه في التاريخ في 50 60 70 سنه يلقى روحه نفس السيتياسيون عاشها ويعرف وين يمشي
نذكرها مليح وقت اللي قبل اللقاءات بضعة ساعات كلمت الرئيس قلت له سيد الرئيس هكا وهكا تعرفش قال لي قال لي حياتك باش تتبدل ورد بالك وين تحط ساقيك إلى في ريزون قال لي رد بالك وين تحط ساقيك وحياتك باش تتبدل حياتي تبدلت أنا من الحكاية دي تبدلت وقتاش حياتك من اللي صاروا هاللقاءات من اللي دخلنا في الحرب على الفساد تحلت عليه حرب وسي البيجي إلى بيان فيو الحكاية دي أنا يمكن بصغر سني دخلت فيها معناها به يوسف الشاهد شكون المنافس نتاعك اليوم في الانتخابات الرئاسية شكون المنافس نتاعك اللي يخوفك نهار لحد نهار لحد يلزم الصف الديمقراطي اللي عنده 7 مرشحين اليوم يلزم نوجدوا واحد منهم على الأقل هذاك علاش دعيتهم باش ما يبداوش يضربوا بعضهم وما يضربوا نشيان الأعداء السياسيين نتاعنا هما إسلام السياسي والمقرون الإسلام السياسي اللي هو حليفك السابق هو لا ما شو احنا كنا في شراكة في الحكومة ما عندنا حتى مشروع استراتيجي مستقبلي وكان جا عندنا مشروع استراتيجي مستقبلي مع النهضة راني انا راهو مقالوا باش ترشحوا النهضة وهو مرشح النهضة ودرشنوك الحكاية كل شيء مطلع منهم كلهم ظهروا انتوكس النهضة عندها مرشحها والشيخ راشد الغنوشي خرج وقال احنا باش ندعموه باش نطلعوا الكرتاش واضح وزير الدفاع اللي هو مترشح حالي للرئاسة اتهمك بانك تستعمل في أجهزة الدولة شكون اللي قاعد ما تهمنيش اي في السلطة شي لبيلة كلها اي في السلطة لازم حتى كي فوض ديما يتهموا فيه وزير الدفاع وهو المترشح الحالي السيد عبد الكريم الزبيدي ومنافسك في الانتخابات الرئاسية يتهم فيك باستعمال أجهزة الدولة في حملتك الانتخابية سيارات مصفحة سيارات الدولة طائرة عسكرية الكل في إطار حملتك اللي يقول أنك بديتها منذ 6 أشهر بديت في حملتك الانتخابية هذا يكمل يقول بديتها منذ 3 سنوات وقت شديت رئيس حكومة وكاو الواش كيفاش حدد الزمن نتاعها شوف هذايا أنا أسف لهذا بصراحة التصريحات هذه غير مسؤولة إذا خرجوا معناها الدولة هذا غير مسؤول وأنا رفضت باش نرد عليها ما حبيتش ندخل لأني أنا رئيس حكومة هذا وزير عندي في الحكومة يا خيبة المسعى الدولة اللي باش نعطيها رئيس حكومة يرد على وزيره مش لايق بصراحة وانا هذا ما انا يرد على وزيره عرفوا يعني تي بيان سور يا اخي شنو هذا هو رئيس الحكومه هو الشيف ديكيب كيفاش انا نقعد نرد عليه الطائره هذه العسكريه شكون اللي صح عليها شكون اللي صح عليها شكون ما حسب رايك كيف تطير طائره شكون اللي صح عليها وزير الدفاع هكا فهمت تيماني شوف كلام هذا كلام غير مسؤول رئيس الحكومه قال شنو مشى باش يدشن كونغري نتاع ميديسين يا لور كونغري دو كارديولوجي جاوه اكثر من 1000 طبيب منهم 400 من الخارج سيت اون فيرتي بور لا تونيزي ومشيت زاد التوزر ورئيس البيجي ما مشاش للمحامين وما مشاش للصحفيين ومشوا هذا دورنا في السلطه التنفيذيه هذوما كل متحاملين عليك مستهدفينك يوسف شاهد كل هذوما معناها انت ضحيتهم وانت تامر عليك العالم سي عبد الكريم ناس طيبه اللي دايرين بيه لونتوراج تي ناس طيبه ينصحوا فيه بالغلط قالوا له أظهر فكسورة معناها حبوا يعطيوا هذه حكاية الجيش بالله هذه حكاية نحبوا الدولة القوية هي العسكر راهو الدبابات وكل حكاية راهو الجيش التونسي جيش جمهوري وتوا تجاوزنا فترة الدبابات والفترة هذه نبنيو شنو هو الدبابات ماشية باش تضرب البرلمان تو دخلنا فينا بلاد هذا هذا غير مقبول احنا دولة نحبوا نبنيو ديمقراطية الدولة القوية بديمقراطية قوية مش بالدبابات بي أبار سي البيجي الله يرحمه حكينا عليه حافظ حكينا عليه شنو علاقتك بعائلة المرحوم الباجي قايد السبسي اليوم؟ علاقة عادية قمت أعتقد بالواجب وقت اللي توفى الرئيس وأنا معناها كنت حقيقة تحسيت أنا قلت لك شوف أنا في الخمس سنوات الأخيرة الناس كل تتكلم وسي الباجي وسي الباجي أعتقد بكل تواضع أكثر شخص كان قريب للرئيس الباجي في الخمس سنوات بالفترات الباهية والفترات الأقل والفترة الأخيرة أعتقد أني أكثر واحد كنت قريب للرئيس ونعرف الرئيس ونعرف شنو كان يحب الرئيس فكانت عندي علاقة كانوا ضدك عائلة الرئيس؟ لا قبل كانوا ضدك؟ لا استهدفوك؟ لا معناها ابن الرئيس اللي دخل في السياسة باقي العائلة ما عنديش معناها واضح شنية نسبة الرضا على حصيل تكتيل الثلاثة سنوات في السلطة كرئيس حكومة شنية نسبة الرضا بكل صراحة يوسف الشاهد لو كنت تكون واضح مع التوانسة وتقيم روحك وتحكي مع ضميرك شنية نسبة الرضا قديش كنا نجم نعمل خير قديش لا ما نعرفش نسبة قديش راضي على روحك شوف معناها كي تقيم تقييم موضوعي كما قلت ما يزمكش تقيم دون لابسولو شوف أنا ديما ناخذ مثل راهو احنا جي وقت اللي جابني الباجي قايد السبسي
قال البلاد في حالة فلاس في الانترفيو مع ليس الغربي. قال البلاد في حالة معناها تعيس. علاش مشي عمل حكومة الوحدة الوطنية؟ قال راهو يجعلكم تتلموا يا أحزاب ومنظمات وجتي وتيكا باش تخرجوا البلاد من المشاكل هذه. أعتقد اليوم البلاد خرجت من الإفلاس، شبح الإفلاس انتهى ما عادش فيه، وأعتقد أنه أمنيا بعد خروجنا البلاد أفضل. اليوم ما عادش تم عملية إرهابية وغيرها. اللي يحب يقيم معناها العمل الحكومة يقيم على الوضع اللي جا فيه، على الظروف اللي خدم فيها اللي كنت تحكي عليها، وعلى الهدف اللي عطوه له. انا نلخصها في اكزامبل، كانه عباره بلغه الكره، عطاونا معناها جاو فريق يلعب على الطيوح، قالوا له منعوا من الطيوح، بعد 6 شهور قالوا له شبيك ما هزيتش البطوله. احنا اليوم تفادينا السيناريو الاسوء، ويمكن ان ننظر للمستقبل بنظره تفاؤليه. ولكن على شنو، على شنو يوسف الشاهد يعتذر للتوانسه؟ على شنو بالضبط؟ اكيد 3 سنين فيهم اخطاء، فيهم زلات، فيهم إخفاقات، فيهم فشل، مش كلهم نجاحات، فيهم برشا زاد إخفاقات. على شنو تعتذر للتوانسة بالضبط؟ أنا أعتذر معناها ما فسرناش للتوانسة بما فيه الكفاية. وقت اللي خرجت في الخطاب الأولاني تذكرت تحدثت على التقشف وتحدثت على الصعوبات، ربما الخطاب متاعنا حقه واصل أكثر يفسر للشعب أنه الأمور راهي صعيبة وباش تبقى صعيبة ويلزمها 3 سنين. اللي قلته في الخطاب الأول أنه الأمور باش تنفرج في أفق بعد 3 سنوات، يمكن ما كانش عندنا حقنا، مشينا أكثر فسرنا لشعبنا، وهذا يعود لضعف الأحزاب. الأحزاب ما قامتش بدورها. الأحزاب في عود تمشي للشعب وتفسر له علاش الإصلاحات، علاش الحكومة ما عايش قادرة باش هكا وهكا وهكا. هذه الأحزاب دخلت في عركة مع يوسف الشهاد، ابدأ من حزب نيدة تونس، في عود يمشي تلاقي بالشعب لاهي بينا. هذا اللي صار. هذا يا ربما هي ما سؤالي واضح، على شنو تعتذر؟ فمش حاجه تحب تعتذر عليها اليوم للتوانسه؟ لا، انا قلت لك انا اعتذر اللي ما فسرناش المواطنين بما فيه الكفايه فقط. اي بيان سور، يعني ترافاي دو بيداغوجي اللي حقه صار، ما صارش وقصرنا ربما حتى اعلاميه، حتى معنا تواصليا. انا بيدي حقني يكون خرجت اكثر، وحقني مشيت اكثر، معناها حاولت ندور الولايات، فما ولايات ما نجمتش نشوفهم للاسف، وهذا نعتذر. تو نحكيو عليه الجوله في الولايات، ولكن نحكي لك حتى كرئيس حكومه ربما حقنا كنا اكثر، باش نفسروا للمواطنين، باش نفسروا للناس. ولكن فشلت، اقول لك انا فاش فشلت، فشلت في اقناع الرئيس بابعاد ابنه. اعتقد على فشلت سؤال وحده هذايا. ولكن يوسف الشاهد، أنا سألتك على شنو تعتذر للتوانسة. إذا أنا نشوف، نختصر على الأقل كصحفي، نركز على الكوارث أو الإخفاقات اللي صارت، الغلاء الفاحش، الرضع اللي ماتوا، العاملات الفلاحة اللي القتيلات اللي مشاو ضحية الإهمال وكذا، والتهميش، تضخم متزايد، تداين قياسي، دينار ينهار في فترة من الفترات، اتهامات بالديكتاتورية من طرف بعض السياسيين. هذا كل ما يستاهلش بعض الاعتذارات على حاجات معينة لهؤلاء؟ هذا الكل يحتاج لتفسيرات، حقه تفسر في وقته. وهذا الكل يتفسر يا أخي. التضخم وما جاش من هكا، ومش بالزهر جاء. كيف أنت تعمل اتفاق أجور في 2015 وتضخ 2000 مليار في الاقتصاد وما ثماش نمو، هذا باش يعطي تضخم. هذا في 2015 صار. كيف جينا احنا بالوقت الاقتصادي معناها عشنا التضخم هذا، كيف قلصنا عجز الميزانيه اللي هي كانت اكثر الاولويات، يكون المواطن ما يشعرش به، من 7% ل 3%، اونيتي اوبليجي باش نرفعوا في معناها الدروا الدوان، باش نعملوا كل 1%. علاش عملنا 1% على الموظفين وعلى المتقاعدين؟ باش منعنا الصناديق، لانه حقها تصلحت قبل، كان جاي قبلنا واحد صلحها، رانا احنا ما عملناش هذاك. هذا الكل كان يتفسر، واحنا قصرنا ربما في تفسير. عندكم مشكله نتاع كومينيكاسيون معناها؟ اي طبعا. مشكلة متاع اليوم الكومينيكاسيون تغيرت بالوسائل التواصل الاجتماعي، بالعالم اللي نعيشوا فيه، باللانتوكس، هذا الكل غير. يلزم اليوم الكومينيكاسيون حكومية وحزبية، مش تعملها وحدك، راه الحكومة وحدها غير كيف. يلزم الأحزاب تهبط للأرياف والقرى وتفسر علاش عملنا هذا، مش هكاك هو. هذا الكل اللي حكيت عليه، لونديتمون وكل. تعرف أنا تو في نخلصوا في ديون، شنو الديون القروض اللي تخذيت في 2013 و2012، تو نخلصوا فيها 5 سنين إمهال، تجيك في 18 و19، هذاك اللي طلع. والمديونيه باش تبدا تهبط انطلاقا من 2019. فما سياسي فاعل في تونس، معناتها عنده وزن في تونس وعنده تاثير كبير، اللي هو راشد الغنوشي، رئيس حركه النهضه. علاقتك به في وقت من الاوقات بين مد وزجر علاقه معناها غريبه شويه. باش نروي لك حكايه ربما توصف العلاقه هذه. فما قصه هي نتاع صقر طائر في السماء، وعلى ظهره افعى، هو يطير في السماء وفوقه أفعى. الصقر يقول لو رميتها ستلدغني، والأفعى تقول لو لدغته سيرميني،
والجمهور المتفرج على الربوة يصيح يا لروعة الصداقة. يظهر لي القصة هذه تلخص علاقتك براشد الغنوش. يظهر لي حتى علاقتك بالنهضة. معناتها شد وجذب ومصالح والعصفور النادر وكذا مرت بمرسى برشا مراحل. هذيك أيضا تم توظيفه سياسيا في إطار الحرب السياسية. النهضة ما جبتهاش أنا هذيك. النهضة جابها الصندوق أولا في 2014 والاتفاق نتاع نزل بريستول في باريس مش يوسف الشهيد عمله. أنا جيت رقيت اتفاق قرطاج ممضى ديجا 2 أوت وقت اللي أعلن الرئيس أنه اقترح يوسف الشهيد. أنا ما كنتش حاضر هنا. ذكر الرئيس بيجي كان يقول لي حاجة يقول لي عمرك ما تطلب منصب. هو كان هكا هو مع بورقيبة كان عمره ما يطلب وبورقيبة يقول له برا عمل هكا وبرا عمل هكا. مرة وقت مشيت له في 2013 قال لي أنت عمل هكا عمرك ما تطلب حد شيء. رئيس حكومة وقت تم تعييني قابلت الرئيس قبل 5 أيام عيط لي في دار عمل لي تيست في الحقيقة وأنا ما كنتش فاطني هو ذاك التيست. قال لي شنو مفهومك للدولة وشنو رأيك في الأمن وشنو رأيك في شنو. قعدت ساعة ونص تعديت معي مشى واحد صديق معي قعدنا معه عمل لي تيست. نجحت في التيست؟ مشيت على روحي مانيش انا ما كنتش في المنافسه. تذكر انا اسمي خرج معناها خرج فجاه. اي هما ما كانوش يتوقعوا ولا نهار اللي انا تعينت معناها انا كنت في كلموني ما عندي تليفوني كان طايح شارج كلموني معناها خلطوا عليا في مكان علموني به. حبيت اقول لك انه معناها نهضه جابها الصندوق ومن بعد البيجي هو اللي عمل الاتفاق. لا شنو علاقتك براشد الغنوشي اليوم؟ ايه علاقه شوف راشد الغنوشي اليوم بالله سامحني اليوم حاليا كنا شنو علاقتك به؟ كيفاش توصفها باختصار؟ شهرين ولا 3 شهور ما شفتوش انا راشد. شهرين ولا 3 شهور؟ وما تكلمتوش بالتليفون وما فماش تواصل؟ لا فما ريتو وقتها في فينا نتاع سي البيجي كان حاضر اعتقد فقط. ما فماش تواصل ما شو هذاك يوريك احنا علاقتنا كانت في اطار الحكومه. اليوم الحكومه هذيا راهو التوظيف النهضه يوسف شاهد نهضه الى اخره هذيا انا راهو شو انا معناها اعتقد عائلتي هي العائله الديمقراطيه ولكن انا ضد انه هذه حكايه النهضه نحطهم في الحبوسات هذا انتهى. انا ديمقراطي ضد هذا. واضح. تفرجت في حوار سليم الريحي يوسف شاهد؟ مش في المباشر معناها مش نهار الواحد بعد شفتهم بعد. شنو حكايه كلمه مريقل اللي ولات بعد معناها مربوطه بيك مريقل؟ ما سالني في صحفي تو نهارين قال لي شنو هي الكلمه نتاعك لما واحد قال لي تستعمل فيها برشا انت مريقل؟ قال لي اعطاني مقترح صحفي قالت لي سي ديجا ولا مريقل؟ قلت لها انا سي ديجا مريقل. شوف هذا الموضوع جدي راهو مانيش باش ناخذه بواحد الموضوع هذا جدي. انا تم التهجم عليا في معنا 3 سنين سكت ياسر. انا اليوم كلفت محامي باش يرفع قضيه بالشيء اللي تقال في الحوار هذاك لانه القضاء مش في البلاتوات وفي المنابر. طلبت بفتح تحقيق في الكلام هذاك. طبعا كلفت محامي لانه انت المتهم فيه. اي حوار هذاك سيدي لي برو المؤيدات نهزوهم للقاضي مش نهزوهم في التلفزيون. هزوا المؤيدات للقاضي وتو هو يحسم في العمليه دي. يعني سكت ياسر بصراحه. تهجم عامل انقلاب عامل انقلاب هو رئيس حكومه خرجوا جماعه النداء قالوا بعض منهم خرج سي عافظ قالوا عن المؤيدات اي زيعات برا خويا وريهم للواحد الناس كل مره يوسف الشاهد يوسف الشاهد يزي ما مسكتنا. انت حكيت فيه برشا الموضوع هذا تاع سليم الريح. على كل اليوم فما قضيه ستكون منشوره وكل واحد يتحمل مسؤوليته. ضد سليم الريح ضد كل ما تقال في الحوار هذا ضد سليم الريح اللي هو قال الكلام هذا اتهامات خطيره معناتها تحب القضاء يحقق في التهم الخطيره اللي توجهت لك وهي تهم خطيره جدا طبعا. وتوجهت حتى للقضاء طبعا. ما نعرفش يمكن من سوء حظك قبل ايام من قليله جدا من الانتخابات او حتى قبل سويعات نزلت امطار غزيره ليامات ذوما في تونس قالوا من كالعاده غرقت المنازل نفس المشهد نشوفه فيه كل عام. غرقت المنازل قلقت الناس سكرت شردت عائلات كاريمون وغيرت حتى المزاج العام تاع الناخب التونسي وتاع المواطن التونسي لانه الحاله الانتخابيه هي مزاج غيرته حتى ضدك انت لانه الناس ثم ناس ولات تم توظيفه تم توظيفه بيان سور اي حاجه تم توظيف تضخيمها ما نقلصوش احنا منها وهذا صار في الاشياء الاخرى الكل اللي تحدثت عليها لانه احنا في حرب سياسيه فما واحد بفضلك قال لهم كي تحل قناه منافسه نتاعكم تقول عليه يوسف الشاهد بناء اريانا وبناء برج الوزير هذه حكايه عندها 50 سنه يا اخي مربوطه بالحكومه 50 سنة لي بلون داميناجمون ولكن شنو عملت باش نتفداو هذا كل عام نشوفوا فيه لا دخلت فيه كل عام نشوفوا في نفس المشاهد علاش ولينا كل عام وما كانش قبل
هو التغيير المناخي. ما كانتش الشتاء في مثلا في عمناول في نابل تصب هكا بالطريقه، ذكر الفيضانات اللي صاروا في نابل او في قابس. لا، التغيرات المناخيه فما دراسات استراتيجيه عملناها مسيدي. هذا عملنا علاش كل عام يتكرر هذا الكل؟ نقول لك علاش احنا تكرر نفس المآسي. كي ولات التكرار، قبل ما كانش كان يصير مره في العشر سنين مره في تو، كي ولا يصير بطريقه نظرا للشونجمون كليماتيك، اش عملنا احنا؟ خلينا ندرسوا الموضوع، طرحناه الموضوع، عملنا دراسه لحمايه تونس كبرى من الفيضانات. كلفة نتاعها 900 مليار. قلنا خلينا ندرسوا على تونس كامله، 4000 مليار. 4000 مليون دينار باش نحميو تونس من الفيضانات، وهذه ولات اولويه. بالله قبل فماش اعتمادات؟ فماش فلوس؟ الاولويات تغيرت اليوم، كي انا نحط 6000 مليار في الامن والدفاع، طلعت لي هذه حاجه جديده بالتغير المناخي، هذا نردوا بالنا فيه، ولكن ماشيين فيه. ثم التصرف في العمليه هذه ما بين لوناس والبلديات والتجهيز، يلزم معناها هيكل يوحد العمليه باش يخفف الوطأ على الناس. قبل ما نمشيو الخمسه توانسه باش يسالوك، نحب نسالك على جولتك خلال الحمله الانتخابيه في الجهات. مشيت للجهات، مشيت لبرشا جهات، مشيت حتى الجنوب والشمال والوسط، ودرت تونس بريسك، برشا مناطق في تونس. 24 ولايه. كل صراحه يوسف شاهد، شنو شفت في عينين التوانسه اللي قابلتهم واللي راوك واللي استقبلوك في الجهات هذيا، بما فيها الجهات المهمشة والجهات الفقيرة، حيث المحرومين والفقراء والمهمشين والعاطلين، شنو شفت في عينيهم كي خزرت في عينيهم؟ شفت أمل كبير، شفت ناس تأمن ببلادها، ناس وطنيين، وشفت ناس تعيش في ظروف صعبة، وشفت زادة ناس متغش. شفت كل شيء. ولكن مش معناه واحد متغشش ما نحكيش معاه. نحكي انا رئيس حكومه من نهبه الميدان ونحكي مع اللي معايا واللي ضدي. داير رئيس الجمهوريه يزم واحد التوانسه الكل، اللي صوتوا له واللي ما صوتولوش. فشفت كل شيء. اما هذا اللي عداوه اللي يبعثوا لي ثلاثه في اجتماع، فما شفنا مشاهد نتاع طردك في زغوان، في باجه، في القصرين، في صفاقس. هاكا ضر السيد في زغوان اللي جاي يعايد ضدنا، ضر مع شكون؟ مع شكون؟ ضر مع سي زبيدي. اللي في زغوان هذاك. ضر السيد اللي عمل الفيديو، هاكا خرج عليه ارتيكل شفته في الجريده وفي الصفحه نتاعو، اللي هو يساند سي عبد الكريم، جاي تهجم علينا. من حقه، اونفان هو تونسي. هذا جاي في محسوبه مش محسوبه، جاي في عمليه سياسيه بيان سور، هذا منافس. اما نحكي لك المواطنين، هذا مش اللي جايين يعيطوا، هذوما الناس اللي تعبوا، واللي سمعتهم، قعدت معاهم، قعدت مع الناس كل المغشين، اللي يجيك على الحظائر وعلى الاليه، واللي يجيك على التشغيل، واللي يجيك على الكرني الابيض، واللي يجيك على الكرني الاصفر، سمعتهم هذوما الناس ويحبوا حلول. ولكن روحت بامل كبير وثقه تامه في انه الشعب هذايا ماهوش معناها الشعب لا يتشري بالمقرونه ولا الشعب هذايا. وانا هذاك علاش جو سوي كونفيون ال 15 سبتمبر بذكاء الشعب التونسي، انه اللي فد من الوعود الزائفه وعدى انتخابات، ولا اليوم الشعب هذا يعرف اعتقد وين مصلحته. كلمه مقرونه ترددت برشا في الحوار هذا، عاودتها برشا كلمه المقرونه، لانها شعار احد المترشحين. معناتها علاش فما ظاهرة المقرونة ذي؟ علاش توجدت ظاهرة المقرونة؟ وين أنتم خليتوا فراغ؟ وين أنتم خليتوا نسيان؟ وين أنتم خليتوا تهميش؟ وين الدولة ما قامتش بواجبها؟ وين الدولة ما لبتش طلب المواطنين؟ تولدت المقرونة وتخلقت الظواهر ذي. والله مش صحيح. أنفانت كونت المقرونة لا 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 لا. هي إنتاجكم أنتم وصناعتكم أنتم. مقرونة خدمة عليها ماكينات إعلامية. كنت تعمل الخير، تحب تعمل خير البلاد، ليش تصور فيه؟ ليش تصور فيه؟ تهين في الشخص، كي انا نجي نعاونك اخدم بسكيت. علاش الدوله تخلي المواطن يحتاج؟ علاش تخليه يذل؟ شوف، علاش تخليه يمد يديه؟ علاش تخليه يستغلوه في العمليات هذيا؟ اكثر حكومه خدمت على الجانب هذايا نتاع العائلات المعوزه والمحدود الدخل هي الحكومه نتاعنا. 850 مليون دينار خصصناهم. الناس هذوما العائلات المعوزه شنوما؟ الناس ما تعرفش، الناس هذوما عندهم صفر دينار دخل، ما عندوش شيء. عملنا دخل ادنى 180 دينار. اقل واحد تو ولا ياخذ 180 دينار، شويه 180 ما تعمل شيء. 180 دينار معناتها هذيك امكانيات الدوله. تعرف قداش من عائله استنفع؟ 285 الف عائله، اضربهم في 180 دينار، اضربهم في 12 شهر تشوف على ميزانيه الدوله. ثم اعطيناهم الكرني الابيض يداويوا بلاش في السبيطارات. بدينا هذه قانون الامان الاجتماعي اللي عملناه للعائلات المعوزه ومحدود الدخل. المعوزه 285 الف، المحدود الدخل 632 الف عائله. هذوما اليوم يتم احصائهم ويتم معناها تنظيم المساعدات لهم. وفي الفترات الازمات الاقتصاديه كما اللي عاشتها تونس، علاش ركزنا عليهم؟ لانه هذوما يتعبوا فيكتيفمون، هذوما هما اللي يتمسوا. عشنا ازمه اقتصاديه اللي يعني نجم نقول لك علاش، من التركه اللي جاتنا من وقت الترويكا،
من الأوضاع اللي ورثناها ومن الإرهاب اللي ضرب السياحة في 2015 و16، من الأكور اللي لقيناهم على فمي إلى آخره إلى آخره. فاليوم هذوم ركزنا عليهم احنا، علاش عملنا أحميني للتغطية الاجتماعية للمرأة الريفية باش نعطيوها التغطية الاجتماعية ونعطيوها نأمنوها ضد حوادث الشغل إلى آخره؟ خاطر هذوم فئات ضعيفة وتتعب في الأزمات الاقتصادية. حسسني لي أنت مظلوم ومتحاملين عليك وما فماش كوارث وما فماش أخطاء كبيرة في حق المواطن، في حق الزواولة ما فماش غلاء فاحش وغلاء معناها طاغي، معناها حسستني لي أنت مظلوم واللي فما إنجازات احنا ما شفناهمش، وفما معناها مشاريع عملاقة احنا ما ريناهمش. احنا انا بشر نخطئ ونصيب، عملنا حاجات نجحنا فيهم وحاجات ما نجحناش فيهم، وذيك طبيعة العمل البشري، يعني ما ندعيش اني نجحت ولا اليوم يلزم الناس تفهم احنا رقينا وضع كارثي. راهو كيف جاك صندوق النقد الدولي 3 شهور قبل الحكومة، رقينا اتفاق ممضى، شنو تحبنا نعملوا؟ كيف جاونا 4 عمليات ارهابية ضربوا الاقتصاد، راهو ما تخممش انستونتاني. هي علاش جات الحكومة هذه؟ شو ما الأهداف اللي عطاهم لنا؟ مكافحة الإرهاب والتوازنات المالية. أن لي دو بلو غران أوبجيكتيف. يظهر لي الوضع الأمني اليوم تاع تونس خير من 2015، وقت اللي كنا كل 3 شهور سوسة، باردو، محمد الخامس، بن قردان، يظهر لي الشبح هذا بعد اليوم، ولكن نقعدوا حذرين. ثم ما عادش شبح الإفلاس، اليوم العجز انخفض، هذا باش يفتح، تعدينا الله غالب كل واحد به. جاتنا احنا مسؤولية لا بيريود دجوستومون، جات عنا احنا تحملنا مسؤوليتنا. به. كنا نجمو نعملوا خير بيان سور. يوسف شاهد، انت كنت محظوظ في حياتك او ما نعرفش باش توصف هذا. جيت محظوظ، نقول لك شكون المحظوظ توا خير من عنده حظ خير مني. رئيس الحكومه القادم باش ياخذ بلاد لي سوكل سون بلو سوليد. اليوم 102 يوم توريد. هذه تونس اليوم خير من اللي من اللي شديتها انت؟ انديسكوتابل. خير من اللي وقت شديتها 2016؟ بيان سور، لانه اليوم هاو نعطيك، اعطينا باش نخليو بلاد امنه اكثر اعتقد. بشهادة الجميع 2016 تونس باللكحل كانت في الخريطة العالمية. حتى دولة ما تخلي مواطن تاعها يسافر. اليوم كل الأوروبيين يجيوا لتونس ما عادش. مثلا العجز رجعنا في مستوى مقبول، نجموا معناها نمشيوا أكثر. الدينار أغلى، التضخم أعلى، هكتشوف قاعد الديون أكثر، هاو قاعد يرجع البطالة معناها في نفس المستوى. هذيك أخف الأضرار. لا بيريود داجوستومون انتهت توا، نجموا نحكيو أسل. أعتقد أحنا دخلنا على أن سوكل ماهوش صحيح. كيف أحنا لقينا مدخرات العملة الصعبة طايحة، أحنا دخلنا ب 5.4 مدخرات العملة الصعبة في 2016، باش نخرجوا ب 6.3. ولكن هذا وقتاش يشوفوا المواطن؟ هذوما كان لي زاجوستومون ماكرو ايكونوميك. باهي، توا الفترة القادمة المواطن باش يشعر بهم. أنا بديت سؤالي، الوقت يجري خاطر نختصروا في الأجوبة، باش نخرجوا من السياسة ونمشيوا لآخر ركن اللي هو شخصي وإنساني شوية. يوسف شاهد، انا قلت لك انت محظوظ في حياتك، رئيس حكومه في الاربعينات. شنو تقول للشاب البطال اللي يتفرج فينا توا، اللي والديه صرفوا عليه دم قلبهم باش يقريوه، لانه الوالدين معناتها الزواولة مساكن يبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم باش يقري ولده باش يوصله باش ياخذ شهاده. اليوم يتفرج فينا هو ولده وعائلته، معناتها شنو تقول له هذايا البطال اللي في عمرك ربما ولا اصغر منك ولا من نفس الجيل، كيفاش تقنعه انه يصوت لك بعد 3 سنين من حكمك وما لقاش فيه حلول وما خدمش ومازال بطال؟ كيفاش تقنعه انه يصوت؟ نقول له انه الفتره الجايه ستكون كما قلت في التعهدات نتاعي فرصه للشباب. هذا انا التعهد اللي باش نخدم عليه، انه اليوم نخلقوا جيل جديد. الشباب اليوم مغيب من الحوار السياسي والمجتمعي، مش موجود. وانا كما قلت لك تعرضت للقصف اونتروتر، مش كان هذا لاني معناها جاي من جيل اخر، وانا من الاهداف نتاعي يعني نفتح من الفرصه اللي جاتني فرصه تاريخيه. ما يلزمش تقعد في شخصي انا، يلزم تمشي تعمل الشباب ولاسانسور سوسيال المصعد الاجتماعي يلزم يرجع يخدم ويلزم نوفروا لهم فرص. هذا شنو طالب الشباب؟ طالب التشغيل. هذا من دور رئيس الجمهوريه انه يضرب البيبان ويجيب الاستثمار لتونس والمناطق الداخليه. يحب يسافر. اليوم من الفيزا يجي يطلب يا مطلب يقلقوه، وانا قلت مع الاتحاد الاوروبي باش نطرح في الطاوله المشكله هذه في اطار مقاربه كامله. ما حلوهاش اللي قبلك كل حتى في تاريخ تونس. تعرف علاش؟ اومونكي دوداس. باش تحلها انت؟ يلزم شجاعه اكثر، يلزم شجاعه اكثر ويلزم جراه اكثر. واعتقد الشباب هو اللي عنده الجراه اكثر. اليوم ما يلزمناش نمشيو في ستاتيكو، نقعدوا لا ما تمسش هذيك خاطر ما تبربشش هذيك، احنا قادرين على هذا وقمنا به قبل. نحب نفتح فرص حتى الشباب باش يسافر، شنو المانع يسافر دون لو كادر دو لا موبيليتي، يتحرك يمشي يعمل تجربه لبرا يلم شويه فلوس يرجع لتونس، علاش ليه؟ يوسف شاهد، كيفاش تقنع التونسي السلفي انه يصوت لك؟ نقنعه انه معناها اليوم
النموذج اللي نجح في العالم هو النموذج الديمقراطي اللي يحترم الحقوق والحريات، ولكن الحقوق والحريات متاعي ماشي ولا متاعك انت مش بتعديك على الحقوق متاع الاخرين. نقنعوا ان النموذج لازم نعيشوا به هذايا انه الاحترام الديمقراطيه ماهيش الفوضى، ماهيش قطع الطريق، وماهيش السب والحريه ماهيش السب والشتم. احنا نحبوا ديمقراطيه قويه، وفما ناس تحب الديمقراطيه تبقى ضعيفه، تحب الدوله تبقى ضعيفه، فما ناس تعمل على اضعاف الدوله، وفما ناس تحب توهم انه الدوله القويه هي دوله الدبابات والعسكر. لا، احنا نحبوا ديمقراطيه قويه بتطبيق القانون والناس كل تنجم تلقى فيها بلاصتها. كيفاش تقنع المتغرب انه يصوت؟ معناه التونسي اللي عايش في الهجرة، اللي عايش في الغربة. والله نقنعه أنه نعرف هذوما الناس قلوبهم محروقة على تونس ومعناها يحبوا تونس وتوانسة. نقنعه أنه اليوم أنا معناها شفت التجارب في الخارج ونرى أنه فما تجارب قابلة أنه معناها نطوعوها في تونس ونلادابت. بلاد هذه فيها طاقة كبيرة ياس، والتوانسة لازم يرجعوا فخورين بدولتهم، والتوانسة كي يسافروا يشوفوا معناها لازم علاش رانا الشعار خدينا تونس أقوى. كيف تكون تونس أقوى كي تسافر لبرا تشعر بالفخر والاعتزاز. كيف تكون تونس أقوى ما يعيطلوكش على فيزا ولا يعيطلوك على حاجة من هذا. هذا هو الحلم نتاعنا والمشروع نتاعنا. إيه اللي اختار غيرك إلى حد الآن كيفاش تقنعه أنه يجي معاك أنه يصوت لك أنه يختارك أنت؟ أنا نقنعه نقول له أنه أنا جاي من تجربة من واقع. أنا البرنامج اللي وضعته نحب الناس تقرأ البرامج. الناس ما فماش حديث على برامج للأسف. فما حديث كان مرشحين اشتروا يضربوا في يوسف الشاهد. أنا أدعو الناس باش يقراوا البرامج، شوفوا البرامج اسكو هي واقعية، اسكو فما أوهام، اسكو قادرة تطبق. أعتقد أنه طورنا برنامج واقعي قابل للتطبيق، معناه نابع من معرفتنا من الدواليب الدولة، وإحنا قادرين في السنوات القادمة نطبقوه. ماهوش هذا موجود بالنسبة للمرشحين الكل. كيفاش تقنع المرأة أنها تصوت لك؟ باختصار المرأة تصوت لي. نعتقد أني سأكون هذية معناها في تحدثت على الديان متاعنا. أنا جاي من معناها مشروع الدولة الوطنية اللي نحبها تتطور في مناخ ديمقراطي، والدولة الوطنية أهم ركيزة متاعها هي المرأة وحقوق المرأة. به سيد يوسف، قبل ما نمشي للتام نتاع التام الإنساني شوية ونخرج من السياسة والجدية نتاع السياسة ونمشي ليوسف الشاهد الإنسان، باش نحكيه على اجتماع من اجتماعاتك اللي عقدتهم داخل الجهات. الاجتماع على الأقل اللي لفت انتباه الناس اللي هو الاجتماع الكبير اللي عملته في سوسة، وتواجدك غادي بالذات كان لفت للانتباه. باش نشوفوا لقطة معناها أنا نعتبرها إنسانية وسياسية في نفس الوقت، نشوفوها من الاجتماع ذي. أنا اليوم سعيد برشا بتواجدي في أهلي في سوسة، أنا سوسة نحبها وأنا أسعد رجل بذلك. شنو هي الميساج اللي حبيت تعديه زوجتك وال يعني دخلت الإنساني على السياسي على كذا، عديت ميساج شنو تقصد؟ والله شوف، في حملة كيما اللي عشناها هذية معناها بيصير ثم الجانب الإنساني وفما تأثير. حبيت تعطي رسالة لزوجتك؟ أنا ذيك يوم كان يوم الأحد وعندي أسبوع ما شفتش زوجتي. انطلقت توحشت طبعا. انطلقت نهار اثنين والتقينا في سوسة، حبت تحضر وأنا كنت في مساكن قبل بضعة أسابيع في زرت معناها عائلتها وفرحوا بيا. حبيت نوجه لهم رسالة، وهي معناها عندها تشبث كبير بالمنطقة. عندها تشبث كبير بالجذور انت؟ طبعا عندها، وتتذكر بوها و كل ما تذكروا تبكي. ولكن عديت مساج عاطفي لزوجتك زاد؟ ولكن ماذا كما قلت، انا زوجتي مش يكون عندها حتى تدخل في السياسه، وانا بالمناسبه راني ما عنديش الجهويات. توانسه كل كيف كيف، واسعى انا ضد اني ذي مرشح جهه معينه. انا نحب نكون مرشح التوانسه الكل، واسعى الى هذه الجهويات اكثر حاجه هلك تونس في. وعلاش تاثرت شويه وقت اللي تتفرج في الفيديو هذا بالذات؟ يعني ربما بعد كما قلت لك اليوم اخر يوم في الحمله، في الاسبوعين هذوما انا عائلتي شفتها هذيك كما قلت البارح بنت اول مره في تونس، ومعناها ما صارش فرصه ومعنا باسيور تاريخ لهنا نشوف لهنا نشوف في يوسف الشاهد العاشق. يعني عينيك دمع وانت تخزن زوجتك غادي كيفاش؟ شو هي ككل ابنه تحب بوها برشا. بوها توفى الله يرحمه، توفى وانا رئيس حكومه. قعدت معناها ومشى وداوى معناها في الخارج وعملوا مجهودات وقعدنا بعاد
عشنا ظروف صعيبة ما تحدثتش عليه، ولكن معناها طبعا تذكرت ذكر كل اي بيان سور. وكل ما تدخل السوسة تتذكر والدها. زوجتك قصة حب كبيرة. قصة حب كبيرة. قال صافي سعيد مرة طلع بحكي من وين هو مش مستاذ يجيبه ذاك شنو مرة قال رئيس الحكومة شنو عنده صاحبته ذكرها ذيك في تلفزة متلفز بيعمل لي مشكلة درامني جيبها الحكاية ذي قاعدين مرة في التلفزة نتفرجوا خرج بالحكاية ذي تلفتت لي قال شنو الحكاية ذي قلت له راهو ذي الله أعلم قال لي قالها لهنا ولا لهنا قالها عندك يمكن يظهر لي الله يهديه قصة حب هذه طريقة للتهرب قصة حب كبيرة زوجته أنا وقفت معايا معناها في كل الصعوبات راهو كما قلت لك راهو الحياة شنو الصعوبات اللي تعديت بها يوسف شاهد تولدت في القطن لا 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 مشيت على الحرير أنا تولدت في القطن وصلت ل 40 سنة وأنت رئيس لا حكومة لا خدمت ليلا نهارا مالك تشوف صعوبات اللي عاشوها شبان أخرين وناس أخرين أنا كما قلت ثم ناس تفرج فينا تشوفك تحكي على الصعوبات لا لا عشت صعوبات شوف أنا كما نقول مانيش باش نعمل شعبوية وأنا من عائلة مستورة الحمد لله يا ربي مانيش غنيين مانيش واحد مانيش فقراء خدمنا قرينا القرايه هي اللي وصلتنا كونت روحي بروحي انا معناها قرايتي كي خرجت مع بورسي دي غوفرنمون تونيزيا وانا مدين لتونس معناها لاني جيت الاول وكانوا يعطيو بورس جربت المبيت يوسف شاهد طبعا سكنت في المبيت في ليسي كيفنا سكنت في المبيت وركبت في الكار بيان سور 18 سي ركبت في اللواج اي عادي كنا ركبت في اللواج ركبت في اللواج في النقل الريفي يا شير كنا صغار يا اخي شنو هو الامكانيات جربت الحاجات هذوما الكل جربتهم كل انا ولد الفلاحه انا ولد الفلاحه سامحني في الكلمه تظهر قننه اي خلي ما هما هذاك كيف جابوني كيف جابوني كرئيس حكومه قالوا هذايا على قد يدينا زعما يا اخي ظهرت الامور اخرى يا اخي طلع لهم مارد لا بيان سور مع الدوله ما فادلكش وباش نواصلك فين تعلمت هذا الكل انا نتذكر يوسف شاهد قبل ما يطلع لنا من القبقم نتاع سي الباجي قايد السبسي نتذكر يوسف شاهد كلنا داير نتذكروا أنه إنسان حشام منزوي شوية ماهوش بارز ماهوش النوع اللي فك ماهوش النوع اللي حارب يعني إنسان وديع مسالم حتى كي طلع بيك سي الباجي قايد السبسي معناها قلنا جايب رئيس حكومة بلا شخصية أنا وفجأة وليت مارد أنا استشرست استقويت وتمردت وقت اللي دفعت على الدولة وقت اللي حبوا يمسوا الدولة الدولة هذية ما تستاهلش أن يدوروا بها الناس هذوما الدولة هذه تستحق والتوانسة يستحق والشعب التونسي يستحق وأنا معناها استمت في الدفاع على الدولة التونسية الأكثر والأقل وهذا واجبي ومش مزية وقبلت وحملت وكما قلت لك أسهل شيء باش نبقى في السلطة كنت أني نتأقلم مع هذوما العصابات والمافيات اللي تحب تقسم السلطة وتعمل أنا قلت لا وربما معناها ودخلت في حرب هذه تكلفت لي برشا لكن أنا مقتنع باللي عملته وحتى في الخلاف مع الرئيس عملت خلاف لأني أعتقد أني أنحست لأجل تونس ولأجل الدولة ذي فما مدرسة للأولاد الحوم وللناس وللشباب اللي هي الفيراج جربت الفيراج بيان سور بيان سور قعدت في الفيراج كبرت في الفيراج شجعت الكلوب كبرت في الفيراج تاع الكلوب أفريكان كبرت غاديكا حب الكلوب شوف ما فماش ديبلاسمون تاع الكلوب ما كنتش متعصب في حبك الكلوب لا تو بعدت ما قبل كنت متعصب متعصب وكنت مش نتبع كان الفوتبول كنت نتبع الهوند وكان عندنا كيب كول باسكي والفولي بول لا كنت كلوبيست حقيقي معناها بيان سور انا معناها كلوبيست لكن توا كرئيس حكومه قبل معناها ما حاولتش كلوبيست حتى رئيس حكومه يلعبوا بالديربي تشجع الكلوب وبجوارحك صحيح ولا هي ربما اكثر حاجه نقصتني في السنين هذوما مشيت انا الناس ما تعرفش مشيت بريسك متنكر ثلاث اربع مرات في مشيت متنكر طبعا مشيت تفرجت متنكر وانت رئيس حكومه متنكر كاسكيت ومرايه شمس قعدت ثم معناها لا ما قعدتش في الفيراج قعدت ثم بلاصة معناها مشيت مع أصدقاء دخلت فرشت في الماتش وروحت وانت معناها شبه شافوني شيء باش ما نحدثش معناها مشيت كمواطن عادي وكا شجعت الكلوب شجعت الكلوب وشجعت ليسبيرونس وقت اللي هزت الكوب دافريك وشجعت ليتوال وشجعت سي اس اس هذه السياسه تحكي لا 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 لا, لا, لا علاش ليسبيرونس انا كي وقفنا معاها لان تعرضت للمظلمه تونس تعرضت للمظلمه مع الكلوب افريكان لقاتك وقت اللي في الازمات تاعها وانت رئيس حكومه معناتها تعاطفت معاها ككلوبيست عملت كل ما شوف التركه اللي قعدت في الكلوب افريكان للاسف ثقيله برشا اكثر من 20 مليار مش سهله حاولت باللي نقدر عليه باللي نجم لمصلحه النادي هذايا اللي هو زاد راهو استقرار النادي هذايا من استقرار البلاد. معناها سي ان جران كلوب ويلزم يرجع لل يلزم نلقاو كيفاش والرؤساء القدم الكل يلزم يقفوا مع النادي الافريقي تو. واضح به سيد يوسف شاهد عندنا خمسه توانسه باش يسالوك خمسه توانسه من فئات مختلفه
كل واحد باش يلقي عليك سؤال. خمسة توانسة مع يوسف. التونسي أو التونسية الأولى اللي باش تسألك هي فنانة تمثل فئة المثقفين والفنانين السيدة ليلى شيب. أنا كليلى شيب مرأة متاع مسرح، عمري مريتك تحكي على الثقافة، تدخلاتك على الثقافة ما تسمعتش بالكل. في عهدك أنت الميزانية تعديت ضعيفة برشا لوزارة الثقافة، خاطر باش تقولي تو زدنا في الميزانية معناها، أما في عهدك أنت سكروا دور الثقافة راهو معناها عندهم عامين ولا ثلاثة معناها قعدنا بليش دور ثقافة. ولو كان ما تعرفش الخطورة معناها اش معناها دور الثقافة تسكر ودور الثقافة تهرت وتهدمت، وزاد الناس اللي يخدموا في دور الثقافة الكل ما خذوش حقوق. هذا سؤال السيدة ليلى شاب الممثلة المعروفة. شو مش صحيح كي تقول انه معناها الثقافة الميزانية طاحت، مش صحيح. حتى قبل القرار المهم اللي تم اخذه، احنا عام الجاي ميزانية الثقافة شكون 1% من الميزانية، باش تمر من 300 مليون دينار ل 470 مليون دينار. اعتقد هذا عمل تاريخي بالنسبة للثقافة المثقفين، وارتفعت قبل من 260 300. انا نعطي رقم واحد، عدد التظاهرات الثقافية 2016 30,000، 2019 100,000. اللي صار في الثقافة أشياء كثيرة، ما نقولش كافي. مثلا مدينة الثقافة، مش نحكي عن مشروع لا مدينة الثقافة، لا مش نحكي عن المدينة، مش نحكي عن المدينة كبنية. في وسط مدينة الثقافة خلقنا برشا أشياء، خلقنا المسرح الأوبرا، خلقنا مؤسسات عادي مختلفة، عادي خلقنا قصر الصعيد، علاش معمولة؟ إيه. إيه لا معناها تحركت الأمور هذية، عملنا أشياء في دار للمثقفين للكتاب. أنا لا في مشروعنا تحدثنا عن الدبلوماسية الثقافية، أعتقد إحنا لوحدنا، ونعطيت هنا مشروع كبير، قلت يلزم نفتحه خمسة في الدول العواصم الكبرى، نفتحوا معناها دي سنتر كولتوريل، نعرفوا بك 3000 سنة ثقافة وحضارة. وعطيت مشروع آخر سميناه نوفا كارتاج، أنه هو إعادة بناء كارتاج في معلم مثلا نجيبوا له السياح، كيما لا بيراميد دي لوفر تجيب 10 ملايين كل في العام يزوروها. ولا عطيت مثال جوجنهايم في بلباو، ينجموا الناس علاش ما نعملوش حاجة كيما هكا، ونجموا نلموا دي فون كبار ياسر من العالم. فالثقافة أيضا من مهام رئيس الجمهورية. واضح يوسف شاهد، المواطن أو التونسي الثاني هو سلفي عادل العلمي. أنت من الناس اللي ما كانش عنده موقف وما فعلش يعني الإدارة وربما الأجهزة في الدولة لمحاربة المجاهرة بالفطر في رمضان وغلق كل من خالف الشرع والقانون. يقصد المجاهرة بالإفطار في رمضان. هو ما يعرفش اللي ما المنشور هذاك، تعرف المنشور اللي أنا هو اللي غيرته. المنشور هذاك غيرناه سنة، احنا غيرنا المنشور. كيفاش كان؟ كيفاش ولا كان؟ يمنعوا 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 يمنعوا، بدلناه بطريقة ما شفتش سنة، ما صاروش برشا مشاكل في إطار معناها الموازنة بين احترام حرية الناس. فما ناس معناها غيرنا المنشور لأنه الأمن هو ينفذ المنشور هذاك، ولكن يمكن ما أنا با كومينيكي مرة أخرى عليه. أما المنشور اللي يقوله هو مش منشور، هو الناس ما تعرفش تخدم. هو ستين واحدة معناها برقية تخرجها وزارة الداخلية كل عام في رمضان، السنة غيرناها بطريقة أن نحينا المنع منع 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 باش اللي غيرنا الصياغة بطريقة سلسة باش تخلي اللي فما أماكن الناس نجم تمشي فيهم، اللي مريض واللي حاب يفطر واللي كل واحد يحترم الحرية متاعه. أما هذايا جايبني ليه؟ لا هذا عادل العلمي هو اللي يمشي يدور من قهوة القهوة وكذا، هذا ما 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 من أنواع هذه اللي هلكت البلاد. الأنواع هذه اللي هلكت البلاد؟ يا سير الشعبوية هذه والواحد اش دخل هو في الحكايات هذوما؟ باش يعطي هو باش يعطي دروس للتوانسة، كل واحد يمشي حب. باش نعطيك أنواع أخرى. التونسي الموالي هو رئيس جمعية شمس السيد منير بعطور. سي يوسف الشاهد، الأمم المتحدة وجهت لك مراسلة تسأل فيك علاش رفضت تمكين جمعية شمس من نشر ستاتيو نتاعها في الرائد الرسمي، وانت جاوبت على المراسلة هذه قلت اللي فما قضية ضد شمس، شمس ربحت القضية هذه كفي الاستئناف، هل أنت مستعد اليوم بالإذن بنشر ستاتيو نتاع جمعية شمس في الرائد الرسمي؟
أيوة. أمور إجرائية بكشيرة الدولة نتبع في شقيقة والله لا في بالي بها هذه المراسلة ومراسلة بعد. أنا اليوم إذا عنده أمور إجرائية تصلحها ما جاوبوا. لا إذا الأمور الإجرائية اللي قال عليها مذومة مش تعطيهم رخصة جمعية. مش أنا نعطي رخصة، فما إدارة عامة نتاع الجمعيات تعطي أكثر من 20,000 جمعية بكشي رئيس الحكومة. هذه جمعية ما حساسة شوية. لا 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 هذه طبق عليها قانون كي جمعية الكل. واضح. سؤال الموالي يطرح عليك مواطن بسيط زوالي. يا سي يوسف الشاهد، احنا نخلف بلدية عندي 4 صغار، الشهرية على قدها كلها كراء ومعيشة وقفة غالية، شوف لنا حل. أنا نعمل في السياسة ودخلت ومشروعي نحب نخدم الناس هذوما. هذا قلت لك النوع الآخر هذاك معناه يعني في الشعبوي، هذا مواطن يلزم يقفوا معاه ويستاهل، والفترة الجاية يلزم تكون فترة تحسين الأوضاع الاجتماعية. وقتاش يكون عندك أولوية المواطن هذا؟ هذه أولوية؟ لا ديما أولوية. قلنا في السنوات الفارطة راهو كي المالية العمومية تتعب كيفاش باش نعاونوا الناس، فما أولويات. كيف جينا الإرهاب رتبنا الأولويات. علاش اليوم مثلا هو نعطيك، علاش الناس تشعر أنه الخدمات في الصحة والتربية تراجعت؟ لأنه الميزانية أصبحت تقلبت. كانوا هم عندهم الميزانية الأولى، الميزانية الأولى اليوم في البلاد ولات عند الداخلية والدفاع 6000 مليون دينار، فبالتالي الميزانية الأخرى تراجعت، هذا وحده أثر على معناها نوعية الخدمات الاجتماعية. فالمرحلة القادمة يجب نخدموا الناس هذوما اليوم بتحسن المالية العمومية، يجب نركزوا على الجانب الاجتماعي، على الزوالي، على القفة اللي حكي عليه الكل، وهذا هم أو هذاك علاش يجب الناس تعمل السياسة لخدمة المواطن. السؤال الأخير يجيك من جيل المستقبل، من طفل صغير. سي المرشح يوسف الشاهد، بالله معناها أنت عشت كيفنا، معناها نفس الجنراسيون تعديت بها، تمرمت كيفنا، عشت كيفنا، ما عشتش كيفنا. انت لقيت الدنيا حاضرة، انت لقيت معناها الدنيا قدامك، وصلت تك تك معناها. اي نحنا كيفاش فينا، اش باش نعملوا، شنو مستقبلنا هنا؟ سؤال ممتاز بصراحة. لا ممتاز، لا انا دبر معناها مش صحيح هذه لقيت الدنيا حاضرة وكل جاتني، راهو الدنيا فرص خرج عليك ايماج اللي انت قنن وحرير وقتن وكذا، هذه اللي ما ماذا بيا نشوف القنن والحرير وقتن يشد رئيس حكومه، والضرب اللي كليناها احنا والريزيستونس اللي كليناها، فماش واحد كلي ضرب قديان. تعرف نحكي لك انكدوت، سي البيجي قبل ندخل بحذاه يجيني يقول لي فلان سبني، والاخرى قالت عليا الما رئيس المافيا، قول له يا سيد رئيس تاخذ شوف انا شو يقولوا عليا. بعد من بعد جمعه ندخل يقول لي يا جمعه هذه شكون تسبك انت ولا انا؟ معناها وصلنا الشاب هذا شنو نقول له؟ نقول له انا الفرصه اللي جاتني مهما كان نحب نجعل منها الفرصه للشباب الكل، ما نحبش تموت عندي انا الفرصه، ماهيش مصلحتي الشخصيه، وهذا من برنامجنا خلق جيل جديد من السياسيين في المناصب العليا يتمكنوا من المسؤوليات، نفتحوا لهم انفاق في الشباب والرياضه والثقافه. هذايا انا قلت العهده الجايه لازم تكون عهده شباب، وانا ترشحي الكل مبني معناها اليوم رئيس الجمهوريه ما حشناش فقط يكون معناها الصلاحيات هذيك الدستوريه سي بيان، يلزم يخلق رجه من الشباب هذايا الموجود يعطيه فرصه، وانا هذايا باش تكون اولويه باش نرجع المصعد الاجتماعي والشباب هذاك ترجع له الثقه في المؤسسات وفي الدوله. به وفي الحوار مع في قصر كارتاج لو كان تفوز. أول حاجة كما قلت هي أنا معناها وهذا من المخاوف، مخاوف هي معناها أدعو كل الفرقاء اللي ربحوا اللي خسروا ونقول لهم أنه اليوم انتهت الانتخابات ويجا نتلموا، اللي باش يبقى في المعارضة، اللي باش يبقى في السلطة، ويخدموا في إطار الدستور. نلم يعني نلم، يلزم توحيد التوانسة وتجميع التوانسة، وهذا دور رئيس الجمهورية وماهوش التشتيت، هو يكون ضامن الوحدة كيفاش؟ بالشيء هذا. شكون أكثر شخص يفرح لك كان تفوز برئاسة الجمهورية؟ أمي. قبلتي أكثر من زوجتك؟ زوجتي زادة. مي شو أنا حاب أقول لك معناها دخلنا في العملية هذه مانيش طامعين في المناصب. لا إحنا نحكي إنسانيين توا، إحنا دخلنا في التيم طبعًا الأخير اللي هو الإنساني. باهي رئيس الجمهورية، منصب رئيس الجمهورية هو أكبر أحلامك في حياتك؟ لا. هو سقف أحلامك؟ لا لا. إذا حققت وحققت كل أحلامك؟ أنا في منصب رئيس الحكومة معناها كما قلت ما فماش اختلاف معناها في مستوى معناها حتى تو في البروتوكولي وكل راهو كي تسافر معناها الدول الأخرى استقبلوك كرئيس جمهورية تقريبا. معناها هذا عشت وأنا.
مانيش ماشي المنصب كرتاج كمنصب باش نقعد في منصب وهاني هنا كما قلت لك نحب قصر قرتاج عنده رمزيه كبيره ياسر عنده هي يا اخي انا قصر قرتاج كل اعتبارية. كل اسبوع وانا ماشي وجاي الى اخره انا نحب نخدم الشعب نحب نكون قريب للمواطنين مانيش باش نجلس في قصر قرتاج انا كمعناها غاديك نحب نهبط للزيارات كيما عملت توا ونمشي ونحكي مع العباد ونلقى لهم حلول ماشي نمشي انا عمري 44 سنه باش نقعد قاعد في قصر قال شنو ما عنديش صلاحيات ليه جو فيت بروش دو بيبل عم نحكي مع الشعب شنو المشهد اللي ما تنساهش بالكل في ثلاث سنين هذوم ثلاث سنين حكم ثلاث سنين في السلطه طبعا اكبر مشهد معناها ربما قعد راسخ لانه قريب هو وفاه الرئيس الراحل بيجي قايد السبسي اللي انا معناها تاثرت بالحق بها لاني اعتقد انا كما قلت مدين لي ومعناها كان مشهد مهيب والتوانسه خرجوا في النهار هذاك بمظهر معناها كبير ياسر كي كلموني معناها الرؤساء اللي جات نهارتها كيما ماكرون وغيره ويقولوا لي معناها نشعر على بلادي خلنا نسرع شويه لانه الوقت باش يوفى او وفاء ثلاث سنين سلطه وحكم ونفوذ في كلمه بكلمه واحده شنو اكثر حاجه تعلمتها من هذا الكل من ثلاث سنين في الحكم في السلطه الصبر الصبر هل ظلمت يوسف الشاهد في ثلاث سنين هذوما لا اعتقد ولكن ان شاء الله اللي ظلمته ربي يسامحني نقصد على الاداره لا لا بصفة عامة هل ظلمت لا لأنه الحاكم لا أعتقد والرئيس والسلطان لا أعتقد لا ينجم يظلم ينجم يظلم وإذا ظلمت لا تعتقد أنك ظلمت في ثلاث سنين هذوما هل ضميرك مرتاح بعد ثلاث سنين في السلطة ضميري مرتاح لأني خدمت بلادي بكل تفاني بكل صدق عملت اللي قدرت عليه كما قلت نجحت في أشياء ما نجحتش في أشياء أخرى وهذيك طبيعة العمل البشري هل لأنه السلطة تغلط تغلط الإنسان في روحه السلطة تغر السلطة ساعات الإنسان تحسه اللي هو نصف إله هل غلطت في روحك أحياناً وانت في السلطة؟ لا جميع أنا إنسان متواضع وأبقى متواضع وقعدت في السلطة ولا ما قعدتش والناس اللي تعرفني تعرف هذا هل ضعفت وانت في السلطة؟ لا مش بدنياً بالعكس بدنياً ظهرت لي سمنت مرينا فترات صعبة مرينا فترات صعيبة ما نقولش لا رقيت روحي في وحدي في فترات كما قلت لك وديما نذكر كلمة سيلباجي وقت دخلت في الحرب على الفساد قال لي رد بالك وين تحط ساقيك وقال لي حياتك باش تتغير حياتي تغيرت شكون الشخص اللي وقف معاك في أكبر صعوبة أو أكبر أزمة أو أكبر محنة عشتها في ثلاث سنين هذوما زوجتي معناها زوجتي معي. شكون خذلك؟ ربما الوقت 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 شنو الحاجات اللي ما عادش تنجم تعملهم تو؟ ما عادش نجم نمشي الفيراج نتاع تاع النادي الافريقي. باهي اخر حاجه يوسف الشاهد عندك ثلاثة دقائق لاقناع الناخب التونسي بالتصويت لك. هذوما ثلاثة دقائق حرين تتلفت الكاميرا وتحكي. انا نقول للناخب التونسي نهار الاحد ستكون انتخابات حاسمه لتونس باش تحدد مصير تونس للعشرة لعشرين سنه القادمه ونعرف فما انا درت البلاد وشفت التوانسه وفما ناس يمكن مش فرحانه وناس غاضبه ووضع صعيب ولكن اولا نقول للتوانسه مشيوا صوتوا ما تخليوش ناس اخرين تقرر مصيركم ما تخليوش ناس اخرين راهو التوانسه لازم يتكلموا نهار الاحد ولكن لازم يتكلموا باش يعطيوا افق للبلاد لازم يتكلموا معناها وياخذوا حريتهم ونقول لهم انا صوتوا للناس الصادقه، الناس تحب تخدم تونس، الناس تحب تخدم البلاد هذه بصدق بتفاني برغم الصعوبات، والناس تحب تجمع التوانسه ما تحبش تفرقهم، انا اعتقد اني بنيت مشروع مبني على معرفتي ودرايتي بدواليب الدوله، مشروع واقعي قادرين باش نحقوه، مشروع يمكن انه تونس تصبح اقوى، معناها اقتصادها يكون اقوى، امنها يكون اقوى ومناعتها تكون اقوى. فادعو التونسيين باش يصوتوا بكثافه نهار الاحد، ما يصوتوش على المشاريع الشعبويه او الناس اللي ما عندهاش مشاريع، ما يصوتوش ردوا بالنا، البلاد هذه مازال فيها متعرضه لبرشا خطورات، الارهاب مازال يهدد في البلاد بالرغم من النجاحات اللي حققناها، مازالوا فما بعض الصعوبات، مازالت البلاد تترصدها مخاطر، ثم ناس تحب على السلطه فقط لاقتسام الغنيمه، ما عندهم حتى مشروع لتونس، انا نقول للتوانسه صوتوا للناس الصادقه، صوتوا للناس اللي عندها مشاريع، وانا اعتقد اني احلم مشروع للشباب، للمراه، للتوانسه اللي عايشين في الخارج اللي قربهم حرقهم على تونس، هذوما الكل نقول لهم كونوا في الموعد نهار الاحد وصوتوا وان شاء الله المستقبل افضل لتونس. اذا بعد حوارنا مع المترشح يوسف الشاهد المترشح عدد 16 كان من المنتظر ومن المبرمج انه يكون ضيفنا الثاني في هذه الحلقه هو المترشح
محسن مرزوق ولكن لأسباب تهمه وتخصه ما لباش الدعوة. نكتفي بالحوار مع يوسف الشاهد. شكرا يوسف الشاهد على هذا الحوار المطول. بعد غدوة الانتخابات، بعد شوية نص الليل الصمت الانتخابي، هذا آخر كلام ليك في الحملة الانتخابية. ربي يوفقك ويوفق جميع المترشحين، وإن شاء الله نهار الاثنين تكون تونس بين أيادي أمينة. هذا اللي يهمنا كتوانسة. هذا أهم شيء.